الاخر انتم جنود، انتم الضحيه، كل الحب والتقدير، بارك الله فيكم. هنيئا لكم على هذا الأحرف من ذهب التي سجل بها قطاع الصحة في الجزائر في تاريخ هذا الوطن وهذا البلاد. نشكر الدرك الوطني والحماية المدنية وكل السلطات على رأسهم السيد الوالي على هذه المبادرة التي لا تزيدنا إلا إصرارا ومثابرة على مجهوداتنا، وإن شاء الله إن شاء الله التشجيع هذا يخلينا نقوى ونقضي إن شاء الله على هذا الوباء.